شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله المبارك شهر الله شهر الله شهر الله المبارك شهر الله المبارك يفيض مرحب بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من جولاتنا في شهر رمضان المبارك مسابقات وجوائز. ما ننسى نقول لكم رمضان كريم عليكم وعلى عوائلكم الكريمة، يا رب يعود عليكم بالصحة والعافية وإفطار شهي ورمضان مبارك. اليوم جولتنا مستمرة بين العوائل الكربلائية مثل كل يوم، تعالوا خلينا نشوف من راح يفوز بجوائزنا المقدمة من معمل بهارات كربلاء للمنتوجات الغذائية. ابقوا يعني حملنا الشوق جمرا في حنايانا وجينا من جديد. نرحب بكم مشاهدينا الكرام ونشوف اول المشاركين اليوم ويانا بالمسابقات ونقولهم السلام عليكم ورمضان كريم. وعليكم السلام. اسم حضرتك؟ براء. يا اهلا براء. اسم حضرتك؟ عبد الله. يا اهلا بعبد الله. سؤالنا لكم هو ماذا تعني كلمه جنكيز خان؟ القوه، الكرم، العدل؟ الكرم. الكرم هو. متأكد من جوابك؟ تفضلت. متأكد من جوابك؟ متأكد. إذن فزت ويانا يا عبد الله، وهو فعلا القوة معنى كلمة جنكيز خان. زين، بينما يجيبون الهدية الأخوة الزملاء حدثنا شوية عن رمضان، حكينا عن أجواء الصيام، شلون رمضان ويا العائلة؟ هو الحمد لله ماشي ويا الصيام؟ الحمد لله الحمد لله. مع الحار كهرباء ماكو ان شاء الله، بس صابرين. صابرين شو نسوي؟ تحدي. نتحدى كل شيء. نتحدى كل شيء. شلونك ويا الصيام برا؟ الحمد لله ماشي. ماكو تعب؟ لا. خاف لين بالبدايه؟ لا متعلمين. ها الحمد لله. اذا ما اطول عليكم، هذه الجائزه تستحقها يا اخونا يا عبد الله على جوابك. هذه جائزة مقدمة من معمل بهارات كربلاء المنتوجات الغذائية، إن شاء الله تكون حاضرة بمواعيدكم الرمضانية، وألف عافية وهنا عليكم إن شاء الله. رمضان كريم مرة أخرى وكل الهلا بكم. نشكر مشاركتك ويانا يا براء، ونتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله بالمسابقات القادمة. كل الهلا بكم. إذا ابقوا ويانا مشاهدينا الكرام، خلينا نشوف مشاركين آخرين اليوم بالمسابقة. تعالوا وياي. وأودع ليلة مقدار. إذن مشاهدين الكرام مستمرين برحلة البحث عن مشاركين آخرين ويانا بالمسابقات، وخلينا نشوف الحجي ونقول له السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حجي؟ شلونك عيني؟ رمضان كريم عليك إن شاء الله. تفضل هنا، تفضل وياي هنا شوية قدام الكاميرا. شخبارك؟ شلونك برمضان؟ والله خير من الله. الحمد لله. الله يهديك. الحمد لله. الحمد لله. رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليك ان شاء الله حجي، وعلى جميع الاهل ان شاء الله. الله حجي عندنا برنامج مسابقات ان شاء الله تفوز ويانا. راح نسالك سؤال. سؤالنا لك حجي، من هو اول نبي خط بالقلم؟ النبي ادريس ام النبي نوح ام النبي شيث؟ النبي ادريس. متاكد حجي؟ ان شاء الله. ما تغير اجابتك؟ زين ما تزعل علينا اذا ما فزت؟ لا ما ازعل. اوكي اجابتك صحيحه حجي، ونقول لك الف مبروك. ابو من؟ حسن ابو فلاح. يا اهلا ابو فلاح، حياك الله. الله يخليك. اطلب من زملاء يجيبون الجائزه بما يسولف لنا الحجي عن اجواء رمضان وشلونها طلعت اليوم ويا العائله، شلون يشوفوا الاجواء والله. بعد الفطور. والله خير من الله، من فضل الله واهل البيت وفضلكم. لها خصوصيه محافظه كربلاء ايام الصيام، يعني تحس لها طعم خاص. خصوصيه زين بالامان زين والستر والعافيه على امه محمد. الحمد لله، الله يديمها عليكم. اذا وصلت الجائزه يا حجينا، هذه هديه مقدمه من معمل بهارات كربلاء للمنتجات الغذائيه. الحفيدات يصفقوا لك. الف مبروك ان شاء الله. شو اسمك؟ عفوا شو اسمك؟ مريم. وانت؟ شمس. وانتي؟ مشكات. وانتي؟ رقية. يا اهلا. تصومون لو ما تصومون؟ حلو الصيام لو لا؟ حلو. مو تفطرون؟ لا. عافية عليكم. اذا نشكر مشاركتك ويانا حجي، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق والعمر المجيد ان شاء الله. كل الهلا كل الهلا حجي.
إذن قويانا مشاهدينا الكرام، خلينا نشوف من راح يشارك ويانا اليوم بالمسابقة. تعالوا وياي. شهر الله المبارك، شهر الله المبارك. سادتي المشاهدين، مستمرين وياكم بجولتنا بعد الإفطار مع العوائل الكربلائية وهذه التجمعات الجميلة بعد الإفطار. ناخذ مشارك جديد ويانا اليوم بالبرنامج، نقول له السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليك إن شاء الله. أبو من؟ أبو وليد. يا أهلا أبو وليد، حياك الله. من محافظة كربلاء أبو وليد؟ كل الهلا بيك وبأهل محافظة كربلاء. أبو وليد، إن السؤال عندك إياه إن شاء الله اليوم، وإذا جاوبت حصل على جائزة إن شاء الله. سؤالنا إليك يقول، شتري السؤال صعب لو سهل؟ سهل؟ أسهل شيء؟ لا، راح أختار لك أصعب شيء. ما هو الحيوان الذي يسمى البهنس؟ راح أعطيك خيارات: الفهد، الفيل، الأسد. الحيوان الذي يسمى البهنس، البهنس، الفيل أم الأسد أم الفهد؟ تساعد البابا الفيل. خلينا نشوف شو يقول. تعال يمي هنا. شو اسمك؟ عباس. شو تقول عباس؟ شنو الجواب؟ صر لي هنا قلب كبار الكاميرا. تعال 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 يمي. تفضل 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 هنا. شنو الجواب؟ شو تقول؟ الفهد. متأكد الفهد؟ وش حاجة تقول؟ الفيل. يعني ما تغير، ما تاخذ الجواب من ابنك عباس؟ الفهد. ما تبدل؟ مع الاسف خسرت ويانا يا ابو وليد. اسعدتنا مشاركتك ويانا. الجواب الصحيح هو الاسد، البهنس هو من اسماء الاسد. شلون هالاجواء رمضان؟ شلونك ويا الصيام؟ شوفك طالع ويا العائله اليوم، تغيرون جو بعد الفطور؟ اي والله شويه جو حار، واحد يطلع يغير جو. الحمد لله والشكر. الحمد لله. ماكو تعب بالصيام؟ لا لا. لولين بعدي بالبدايه؟ لا ان شاء الله ماكو شيء. ان شاء الله ماكو تعب. ماكو ان شاء الله. ان شاء الله دوم ماكو تعب، ونتمنى لكم السعاده والموفقيه وتحقيق الاماني يا رب. كل الهلا بيك يا ابو وليد. شكرا لك، شكرا لك. اذا ابقوا ويانا مشاهدينا الكرام، مستمرين بجولتنا. تعال. شهر الله المبارك، شهر الله المبارك، كفي الغنور خير الشهور. شلونكم؟ رمضان كريم عليكم. علينا وعليك. رحم الله والديك. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم ان شاء الله. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. شلونكم يا رمضان؟ والله رحمة الحمد لله. يا هلا ومية هلا. الله يوفقك. تعبتوا من رمضان ولا تعبتوا من الدرج؟ لا من الدرج. من الدرج؟ الله يكون بعونكم. زين، راح نسألكم سؤال وإن شاء الله اللي يجاوب ياخذ الجائزة. يا الله. اسم حضرتك أول شيء؟ علي وهاب بدون جاسم. يا أهلا بعلي. اسم حضرتك؟ ميثم فاضل. يا أهلا بأستاذ ميثم. اسم حضرتك؟ رعد. رعد وميثم وعلي. زين، انتبهوا لي على الكاميرا. تعال تفضل هنا، تفضل هنا يا ميثم. اوف اوف الدرج، اوف الدرج. زين، سؤالنا لكم، خل اشوف لكم سؤال شويه صعب. لا 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 خير. سؤالنا لكم، ما هي نسبه المياه في الكره الارضيه؟ اعطيكم خيارات: الخيار الاول 70%، الخيار الثاني 60%، الخيار الثالث 71%. شو تقول علاوي؟ انا اقول 71%. تقول 71؟ ايه. متاكد؟ متاكد. زين، شو تقول؟ 70%. تقول 70%. في الكيمياء. زين. 70%. متأكد؟ متأكد علاوي من جوابك؟ متأكد. إذا فاز ويانا علاوي ب 71%، هي النسبة الدقيقة لنسبة المياه على الكرة الأرضية. شلونكم ويا رمضان؟ بس قبلها أطلب إنه يجيبوا لي الجائزة الزملاء. بين ما تجينا الجائزة وتوصلنا، شلونها أجواء رمضان؟ يمكن تقضوها أكثر شيء بالعمل؟ والله الحمد لله والشكر. رمضان كريم علينا وعلى شيعة أمير المؤمنين. إن شاء الله كريم على الجميع. الحمد لله جاي نأدي علينا. الفرحة هي إنه هاي الناس الفرحانة، خدمة الناس من تجي هنا أنا بعد الإفطار وتتجول. الحمد لله هاي الثمرة مع العمل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إذن هاي الجائزة وصلت يا علاوي. اليوم تفرح الوالدة. متزوج لو ما متزوج؟ لا أخوي أعزب والله. إن شاء الله يوم زواجك ونفرح بيك ويفرحون بيك. الله
أشكرك أشكرك إن شاء الله. هذه هدية مقدمة من معمل بهارات كربلاء للمنتجات الغذائية، مجموعة من التوابل ومجموعة من البهارات، وإن شاء الله ألف عافية وهنا وتكون حاضرة بموائدكم الرمضانية. شوي أحكي لنا عن رمضان، يعني موجودة هاي العادات اللي كنا نسويها سابقا، انه نلتقي بالاصدقاء، نسوي عزايم، نطلع نروح للاقارب. صحيح، صلاة الارحام اهم شيء برمضان. موجوده بعد لحد الان؟ لحد الان موجوده. محافظ عليها ويا العائله؟ الحمد لله. بالنسبه لك؟ والله محافظ عليها لو تشوفها راحت بسبب الظروف الاقتصاديه والظروف اللي يمر بها البلد. ما تاثر، كل انسان له وقت اللي محدد، العمل وقت له والعباده له وقت، وهاي صلاة الارحام هم وقت. دوامكم يوميا هنا بعد الافطار لو من الصبح للمساء؟ يوميا بعد الافطار لحد الصبح. تجون هنا بخدمه العوائل، توفرون لهم اجواء مناسبه؟ والله الحمد لله اللي نقدر له، يعني واللي شافت عينك ان شاء الله جاي نركض في سبيل انه تبقى هاي المدينه وفرحة هاي الناس وتواجدها. إن شاء الله ينعاد عليكم شهر رمضان بالخير والعافية والصحة والسعادة والطمأنينة على عوائلكم إن شاء الله. وما زعلاني لما فزتوا وياني؟ ما فزتوا؟ لا أنت لا تخاف، راح نتقاسمها. راح تتقاسموها؟ علاوي روح قبل لا يخلص التصوير. لا غيبة اليوم، غيبة غيبة. إذن إن شاء الله التوفيق لكم والجميع الكوادر الموجودة هنا اللي تبذل جهودها من أجل العوائل الموجودة. كل الهلا بكم، أسعدتونا أسعدتونا يا هلا بكم على راحتكم، كل الهلا بكم. إذن مشاهدينا الكرام قويانا، خلينا نشوف مشاركين آخرين بالمسابقات راح يجاوبون لو ما يجاوبون. تعالوا ويانا. وإصراروا وأية ساعة أخلاقه. إذن مشاهدينا الكرام ناخذ آخر مشارك اليوم ويانا بالمسابقات ونقول له سلام عليكم حجي. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليك. عليكم الله. حضرتك اسمك؟ حميد الأجواء. يا أهلا أبو من؟ أبو أحمد. يا اهلا ابو احمد، ورمضان كريم عليك مره اخرى، يعود عليك بالصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله على شعب العراق وعلينا كلنا ان شاء الله جميعا. سؤالنا اليك، ما هو ربيع القران؟ اعطيك خيارات لو تعرفه. ربيع القران. اعطيك خيارات. اعطيك خيارات. ربيع القران، هل هو الحج ام هو شهر رمضان ام هو محرم؟ لا شهر رمضان. بعد ليش ما قلت لي قبل الخيارات؟ بعد مو هي يعني هسه تذكرته. ان شاء الله. ان شاء الله. اذا فعلا هو شهر رمضان المبارك هو ربيع القران، واجابتك صحيحه وتستاهل الهديه اللي ننتظر ان يحضرون لنا اياها الزملاء. شوي سولف لي عن شهر رمضان، شلون تقضي هالايام بعد الصيام، بعد الافطار، خلال فتره الصيام. تفضل. احنا نرجع الايام قبل عشان يختلف. نعم امام الكاميرا. نعم. ايام قبل كانت تختلف رمضان بالنسبه لي. زين. كان حياه غير حياه، تقدر يعني. شلون يعني يختلف؟ سولف لنا. كانت العفويه موجوده يعني هسه ما شاء الله يعني شلون نقول احنا ذا التمنا في اليوم والولد والما بيوم عندهم انترنت وما في اليوم عيد هذا بالنسبه لي. يعني السبب التكنولوجيا؟ الله مرضى التكنولوجيا هاي بالنسبه لعمري ولي فوق هاي. أثرت التكنولوجيا على التواصل العائلي وعلى اللمة. أنتوا شباب ما شاء الله بالعافية عليكم. زين. نعم وصلتنا جائزة. حجي هذه جائزة هدية مقدمة من معمل بهارات كربلاء المنتجات الغذائية، إن شاء الله تكون حاضرة بموائدكم الرمضانية وتفرح بها أم البيت اليوم وتطبخ بها باشر إن شاء الله. شو تحب تأكل على الإفطار؟ والله لا تقول لي كل شيء أحب باكل، لازم تقول لي فد أكلة تحبها. لا مؤكلات أنا شوية خاصة. مثل يعني مثلا باشا تشري كلها بالثقيل الحجي وزن تقي ان شاء الله صحه وعافيه. هاي ما دولمه وما دولمه هاي ما تمض. لا عقب صحه وعافيه على قلبك ان شاء الله حجي. شرفتنا ونشكرك ان شاء الله. اذا نختم ويا الحجي اليوم مسابقتنا عفوا، ونقولكم انتظرونا بالحلقات القادمة من جولاتنا في مسابقات وجواز عبر شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية. انتظرونا باكر ولا تنسون موعدنا. مع السلامة. وفتش في سماء الله عن نورين يشد ضياه أبصاره وأبدانا، فيا بشرى إذا ما ضمنا سعد.
وشهر الله بالخيرات وافانا وشهر الله بالخيرات وافانا